عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبارك يا شيخ. وياك يا أختي، تفضلي. إيه لو سمحت يا شيخ، أنا دعيت على أمي وأبي سكت غضب، ما كسر ذلك وكيف أتوب من ذلك؟ قلت لهم ربنا يأخذكم ويعذبكم في القبر، ربنا هل ربنا هيعذبني عشان دعيت على أمي وأبي؟ أنا بدي على نفسي إن ربنا ينتقم مني إن أنا دعيت عليهم. لا، ده أنت جهلة في الأولى والأخيرة، أنت جهلة في الحالتين. أولا جهلة في الأولى، لأن الله قال في كتابه الكريم: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لأنت لم تقل أف، قلت الله يعذبكم في الدنيا والآخرة ويميتكم. أخطأت وعليك بالاستغفار والتوبة إلى الله وعلى من الاسم ورحمة الله. أخطأت في الآخرة لما دعوت على نفسك وقلت ربنا ياخذني إذا ما دمت دعوت عليهم. عندنا أيضا الرسول يقول: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على أهليكم، على أولادكم، لا تدعوا على قدميكم. لا توافقوا من الله ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. خلاص، استغفر الله وتوبي إليه ولا تيأسي من رحمة الله. لكن ربنا هيسامحني؟ ربنا قادر، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جزاكم الله خير. خلاص ياسم، رحمة الله. بس امسكي لسانك شوي كده، الناس مش هيتزوجوكي زي لو لسانك طويل. متزوجة؟ ها؟ متزوجة وخايفة ان بنتي تعمل فيها كده. لا خلاص، ان شاء الله باذن الله، الله يتوب على من تاب. ربنا الله يهديكي.